بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة محمد بن عبد الرحمن الخليجي ناظما أحكام آلان للإمام حمزة الزيات رحمه الله: لحمزة في همز بآلان أبدلا بمد وقصر ثم سهله بالنقل، وفي السكت فامدد ثم سهل محققا، وثلث لهمز اللام في الوقف في الكل، فخمس وعشر لا ضعيف بها يرى، وناظمها يرجو رضا الله ذي الفضل.